السلام عليكم. إحدى الحجج اللي استخدمها الملاحدة قديما لنفي وجود الإله هي ثبات الكون وأزليته، فبيقولوا طالما الكون ملوش بداية فبالتالي هو مش محتاج لخالق يخلقه. ولكن بعد ما تم إثبات إن الكون بداية صارت الحجة دي مضحكة جدا، لأنك كده محتاج بديهيا مسبب يبتدئ الكون. طب السؤال المفروض ينطرح دلوقتي، هو إزاي أثبتنا إن الكون بداية؟ احنا لو بصينا في الكون هنلاحظ ان المجرات بتبتعد عننا وعن بعضها بسرعات كبيرة جدا، فده معناه ان الكون بيتوسع، وده دليل على ان الكون كان في وقت من الاوقات في نقطة ضيقة جدا. النقطة دي بدأ من عندها الكون فيما يسميه البعض بالانفجار العظيم، فده برهان على ان الكون ليه بداية. فالكون حاليا بيتوسع بسرعات عظيمة جدا، تقريبا بتزيد عن سرعة الضوء في محاولة منه لانه يوصل للاستقرار او حالة الانتروبيا. ثواني بس، هي ايه الانتروبيا دي؟ الانتروبيا هي عملية انتقال الطاقة المتمثلة في الحرارة أو الضغط أو الكثافة ما بين الأجسام بطريقة شبه عشوائية أو فوضوية، علشان توصل في النهاية لحالة من التساوي والاستقرار بين كل الأجسام دي. فلو الكون كان أزلي فمفروض يكون وصل للحالة دي وما يكونش في منطقة درجة حرارتها أو ضغطها أو كثافتها أعلى من منطقة تانية، بس بما إنه الكون مش وصل للحالة دي فهو ليه بداية ومش أزلي. فمثلا لو في كوباية وقعت واتكسرت، فالكوباية دي لما تتكسر فهي وصلت بكده لحالة الاستقرار بتاعتها. وعلشان نعكس العملية دي ونرجع الكوباية السليمة من تاني، فاحنا هنحتاج طاقة وحرارة علشان نصهر الإزاز ونسيحه وبعد كده نصبه في قالب وبكده ترجع الكوباية تاني. بناء على الكلمتين دولي فما ينفعش أصلا الكون يكون أزلي، لأنه لو كان أزلي فحالة الانتروبيا دي لازم تكون مصاحبة ليه دايما. ده يشبه دومينو مرصوص على شكل دايرة وعايزين نوقعهم من غير ما نأثر عليهم من بره، فمنطقيا مش هيقعوا وهيفضلوا مستقرين دايما. بالظبط. فعلشان نعكس عملية توسع الكون ونرجعه في نقطة صغيرة، فاحنا كده هنحتاج طاقة مهولة جدا جدا علشان بعد كده الكون ينفجر منها، والطاقة دي حتما لازم تكون من خارج الكون، ودي طبعا مش تقدر تحصل عليها إلا في حالة وجود إله أو خالق خارج هذا العالم هو اللي صنع الكون. ليه ما نفترضش إن في طاقة هي اللي خلقت الكون، أو أي شيء آخر يعني غير إله، أي حاجة مثلا بتنجان عظيمة هي اللي خلقت الكون؟ المسمى اللي أنت أطلقته ده زي الطاقة أو البتنجان العظيمة برضه هي مازالت حاجة وانت بس غيرت الاسم، وده اللي بيقع فيه اي ملحد، انه بيطلق على الخالق اي مصطلح زي كمبيوتر خارق او شيء من نوع ما، ولكن مازالت دي كلها مسميات لحاجة واحدة، ودي مغالطة بحب اسميها اعادة التسمية. فلو افترضنا انه طاقة خلقت الكون فهي لازم تكون مدركة علشان تضبطه الضبط الدقيق اللي هو عليه، ولازم تكون مدبرة وإلخ لحد ما توصل لشيء بنفس صفات الله في المنظومة الإسلامية. ومن الطرائف اللي احنا بنجدها في العلم ان كان في محاولة في 2016 في معرفة اصغر شفرة وراثية ممكن تبني ابسط شكل الحياة. المحاولة دي انتهت ببحث تشوفه في مجلة ساينس لكريك فينتر. النتائج ان هي البحث دي توصلت ان اصغر صورة ممكن نحصل عليها لحياة مكونة من شفرة وراثية يمكن ان تترجم فعليا لكائن حي تتراوح ما بين 400 الى 500 جين، وتحديدا تم تنفيذ التجربة ب 473 جين، ودي اصغر صورة لشفرة ممكن تترجم لكائن حي. وده نستنتج منه ان في عدد معين من الجينات لازم تتوفر لبدء اي حياه، وده ينسف تماما فكره تولد الحياه بالصدفه. وازاي قدروا يوصلوا للرقم ده؟ توصلوا ليه بعد التعديل على جينات ابسط بكتيريا معروفه ومعدله عمليا اسمها مايكروبلازم لابوراتوريوم، واللي وجدوا ان هي مش تقدر تعيش باي عدد من الجينات اقل من العدد دوت. على كده لو كان التطور هو اللي بدا الحياه باعتماده على طفرات عشوائيه وانتقاء طبيعي اعمى، فهو لازم يبدأ من الصفر، وده محال لأن البداية من الصفر عمرها ما هتعملك حياة، لأنه في حد أدنى للحياة لازم تبدأ من عنده واللي هو 473 جين. ولو اشتغلنا بالاحتمالات فعلشان التطور يقدر بس يوصل للحد الأدنى ده، فحرفيا السماء والأرض والجو والبحر هيتملوا بالمحاولات الفاشلة قبل ما يوصل لخلية واحدة حية يبدأ من عندها التنوع الحيوي. والمحاولات دي هي عبارة عن ترتيب 473 جين في 473 خانة مخصصة لكل جين فيهم، واللي هتساوي رقم مهول جدا من المحاولات. واللي هو تخيل معايا كده ان حجم المادة المطلوبة لتنفيذ المحاولات دي هي ان مادة كوكب الارض وجميع الكواكب اللي في الكون مش هتكفي للوصول لمحاولة واحدة ناجحة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعظ الظالمون بعضهم إلا غرور.
الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا